ومن عوالم الوتر إلى عوالم الكفر. وفيها أرحب بضيفي العزيزين الصحفيين الرياضيين الأستاذ إبراهيم عبد الرحيم. مرحب بك حبابك عشرة. مرحب بك نزار ومرحب بكل مشاهدي قناة الشروق. يمتد الترحاب أيضا بالصحفي الرياضي أيمن كبوش. مرحب بك حبابك. يا هلا بك وأهلا بمتابعي ومشاهدي قناة الشروق وبك أنت بصفة خاص وبكل المتابعين على مدى بثكم المسموع والمرئي. مرحب بك حبابك. أستاذ أيمن نبدأ بك أستاذ إبراهيم، وفي البداية نتوقف عن حظوظ الفريقين الهلال والمريخ، ممكن تركز لنا أكثر على المريخ في دوري المجموعات. والله طبعا الحديث عن حظوظ الفريقين وبالذات المريخ، الفريقين ظلوا بشكل حضور دائم في السنوات الماضية في مجموعات، وقعوا أكثر من مرة في مجموعة واحدة، كان في 2019 في مجموعة واحدة، في 2009 في مجموعة واحدة. المرة دي اختلفت بهم السبل، كل فريق بقى في مجموعة. المريخ من واقع الأحداث، من واقع التفاصيل الكثيرة الإدارية والفنية، قد يكون بيعاني بعكس نادي الهلال اللي بيشهد استقرار إداري وفني على مستوى عالي. فالمريخ حصلت فيه إحلال وإبدال قد يكون كبير جدا، في لعيبة فقدهم بسبب الإصابة، بسبب الانتدابات. المريخ فقد خط هجومه كامل في فترة من الفترات، بكري المدينة وسيف تيري ومحمد عبد الرحمن، فقد التيش في لحظة من اللحظات، فقد عديد من اللاعبين، فقد حارس أبو 20 انتقل للهلال. فكله كان بسبب مشاكل إدارية ما كان علاقة، ما عنده علاقة بالأمور الفنية. كانت في نفس الوقت المريخ كان قد يكون متميز فنيا في الشقة الداخلي في البطولة المحلية ومتأثر، لكن في المباريات الخارجية أو في دور المجموعات دائما كان بيكون محل تعثر. الفترة بتاعت الفرنسي غوميز مع مجموعة سوداكال، في الفترة بتاعت 2020 21 أيضا السنة اللي فاتت، مع رغم إن كان في استقرار إداري في فترة الرئيس حازم، لكن برضو يا حك ورتنا السودانية ما بتقدر تتخطى فترة المجموعات أو من مرحلة المجموعات إلى مرحلة الدور ثمن النهائي ومن ثم إلى الدور الأخرى. قد يكون حاليا المريخ فيه استقرار، شبه استقرار باعتبار إنه مدرب ريكاردو البرازيلي مدرب يعرف الأجواء السودانية جيدا، يعرف التعامل مع الكرة السودانية، درب الهلال، درب أهلي شندي، درب المريخ في فترة من الفترات، كانت فترة ممتازة جدا، وصل إلى نصف نهائي الكونفدرالية في 2012. فهو مدرب ليس بقريب على الكرة السودانية. الكرة السودانية كانت محتاجة لمدرب يعرف إنه والله في مشاكل إدارية، في تفاصيل، في أشياء يقدر يتعامل معها. المريخ أنهى النصف الأول من الموسم بالوصول إلى دور المجموعات، فبالتالي الناس بدأت تتحدث عن، يعني أستاذ إبراهيم شنو أبرز تحدي بيواجه فريق المريخ في البطولة الحالية؟ والله إنك تتخطى الفترة بتاعت المجموعات، ما يكون مشاركتك للمجموعات من أجل المشاركة، لازم إنك تتنافس على أحد البطاقتين للوصول إلى دور المجموعات، والأمر بينطبق على الهلال أيضا، لأنه حتى الآن فرقنا كلها وصلت دور المجموعات ما تخطط المرحلة. يعني إذا وصلنا من 2006 فرقنا بتصل إلى مرحلة المجموعات، ما وصلت في دوري أبطال أفريقيا تحديدا، ما وصلت إلى الأدوار البعدة. قد يكون في الكونفدرالية المريخ والهلال وصلوا إلى نصف النهائي. المريخ والهلال في 2015 وصلوا إلى نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا أمام المازين بالمريخ والهلال أمام اتحاد الجزائر، لكن ما قدروا يتخطوا المرحلة بتاعت الوصول إلى النهائي اللي هي بتقدر إنك تكشف شخصية الفريق في الوصول إلى فحاليا الوضع الفني في المريخ قد يكون زي ما قلت لك شبه استقرار. في انتدابات قد تكون لسه ما معروفة بالنسبة للبرازيليين الأربعة اللي انتدبهم ريكاردو، ودي مسؤولية وضعهم خط مهاجم نعم. يعول عليه كثير، فيهم مهاجم وفي صانع لعب وفي ارتكاز وفي مدافع. الجهاز أو الجهاز الإداري وضع كل المسؤولية الفنية التعاقدات في 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 أيدي ريكاردو حتى يكون مسؤول أمام أي إخفاق، أو لأنه ريكاردو صاحب تجربة سابقة، أحضر البرازيلي ليما اللي كان طرف الشمال في 2012، بدأ بداية قد تكون ما كانت سعيدة للجماهير، لكن بمرور الوقت أثبت للجميع أنه هو لاعب مهم جدا وكان له دور كبير في وصول المريخ لنصف النهائي. أيضا حاليا اللي يعول على البرازيلي الأربعة بالإضافة للانتدابات المحلية وحتى القاني صاحب 19 عاما فاتو سليماني. فأفتكر
هي بعد ريكاردو انتقل من فترة انه عرف اللاعبين السودانيين واحتياجاته مع انتدابات قد تكون مؤثرة، لانه بالتأكيد الناس تنتظر مشاركة الرباعي البرازيلي من اول لحظة. حنجي لنقطة ثانية ونشوف هل قدر ريكاردو يعمل التوليفة الخاصة به في تشكيلة المريخ، لكن بعد ما ننتقل لأيمن كابوش وبرضه نشوف حظوظ الهلال في البطولة الإفريقية والتحديات اللي بتواجهه في المرحلة دي. للحديث عن حظوظ الهلال بالتأكيد لابد من أنه نحن نستصحب آخر تجربتين خاضوا الفريق في دور المجموعات هي والتجهيزات، يعني لازم نعمل موازنة بين التجهيزات الفاتت والتجهيزات الحالية. لو جينا على أرض الواقع ما بنلقى فيه اختلاف كبير بين اللي حصل في السابق واللي بيحصل حاليا. الآن الهلال صحيح هو مستقر من كل النواحي، حتى خاصة النواحي المادية، موجود جهاز فني مقتدر جدا، يعني موجود متعاقد لمدة 3 سنوات، دي كل حاجات تصب لصالح جاهزية الفريق واستقراره. ولكن لحد الآن نحن ملف التسجيلات لم يكتمل بعد، الهلال موجود في معسكر إعدادي، وبرضه دي من الحاجات الإيجابية اللي بتحسب للإدارة إنه الهلال من وقت مبكر جدا حسب موضوع المعسكر، حسب موضوع الملعب، الهلال ما فيه مشاكل نفس المشاكل الموجودة في المريخ. ولكن لو جيت لحسابات النتائج بتلقاه ما يعني ما في اختلافات كبيرة بين الهلال والمريخ على مستوى النتائج، حتى لما وقعوا في مجموعة واحدة كان الهلال الثالث والمريخ الرابع. فبالتالي نحن الآن محتاجين في إنه يعني نشكل واقع جديد في إنه نحن نتجاوز هذه المرحلة. يعني حتى الهلال لما جاب المدرب في مؤتمر اول مؤتمر صحفي كان بيتكلم عن انه والله انا ما بتكلم عن البطوله، ولكن بتكلم عن انه على الاقل اتجاوز دور ال 16. يعني الناس ما ملاحظين انه الهلال والمريخ لما كانوا بيلعبوا في نص النهائي المجموعات الوقت ده كانت من 18 من 8 انديه. الان المجموعات 16 فريق ونحن لحد الان ما قادرين نتخطى المرحله دي. لحد الان ما حصلت، مين بقت 16؟ لا هلال لا مريخ ما تجاوزوا المرحله دي الا في فتره وحيده لو مشوا الكونفدرالية. هلال مشوا الكونفدرالية استطاع انه يتجاوز المرحلة دي. الهلال الان محتاج، يعني احنا ما بنقدر نشكل رأي واضح ما لم نشوف الانتدابات الجديدة على مستوى الاجانب. هلال الان فيه 19 اجانب يعني في السنية في الفريق الاول في المجنسين وصلوا الان 10 اجانب. بالتالي لابد انه يكون في واقع مختلف على ضوء يعني الهلال اللي حيلعب بكرة وحيلعب بعده مباراتين اعداديتين. دي بتديك شكل الفريق في انك انت صن داونز في 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 مرحلتين سابقتين انت محطتك الاولى كانت صن داونز في المرتين. استاذ ايمن الهلال دائما صن داونز بالنسبه له وصن داونز جنوب افريقيا عقبه بالنسبه له في اكثر من عقبه، لانه زي ما قلت لك احنا ما قاعد نستفيد من الاخطاء. يعني انا متابع انه والله كورتنا الاولى اللي كانت انتهت باثنين لصن داونز، الجهاز الفني كان يتحدث عن قوه صن داونز وممكن ياخذ يعني يغلب الهلال من وين والمشاكل ممكن تحصل شنو. جات بالكربون اتطبقت، يعني حتى الجمل التكتيكيه اللي هو بينفذها وجات منها الاهداف المدرب كان في التدريبات بيتكلم مع اللاعبين فيها. السنه اللي بعدها برضه جات الهلال خسر باخطاء فرديه بتاعت لاعبين. فبالتالي الان نحن محتاجين في انه الجهاز الفني محتاج انه يجلس مع اللاعبين ويشوفوا اخطائهم اللي قاعدين يعني قاعد تتكرر كل مره. النتائج ما قاعد تختلف. الان لو نحن دايرين واقع مختلف لابد انه كنت تكون تجهيزاتنا ذاتها مختلفه، يعني من الخطا انه نحن نكرر نفس المحاولات وبنفس التفاصيل ونكون في نفس الوقت خصوصا انها معلومه منتظرين نتائج مختلفه ما بتحصل. لكن الان الهلال عنده جهاز فني زي ما قلت لك مستقر، لاعبين الان يعني مشاكل بتاعت الهلال ذاتها بقت واضحه، مع انه احيانا في اشياء بتكون يعني خارج الإرادة. يعني أنت الآن مشكلة الهلال في الطرف الأيمن مثلا حلوها بلاعب أجنبي بعد ذاك تعرض لإصابة، الهلال مشكلته في متوسط الدفاع، المسألة كل الحاجات دي تعالجت. صن داونز ذاته مو المفروض يكون بقى بعبع مخيف، لأنه صن داونز يعني ما قاعد يشطر إلا علينا نحن. يعني أول ما يتجاوز مرحلتنا دائما يشيل المجموعة دي اللي نحن بنلعب فيها في ظهره، أول ما يصطدم بأندية الشمال الأفريقي بيبان وضعه، مع إنه صن داونز واحد من افضل الفرق في افريقيا. تقصد يعني دول المغرب العربي المعترفه لو هي الانديه تونس والجزائر، لو ده تتكلم عن نادي يطبق الاحترافيه بكل تفاصيله هو نادي صن داونز. لكن اول ما يصطدم بعقبه الشمال الافريقي يعني حقيقته بتتكشف. ليه؟ لانه قد يكون ما عنده ثقافه النهائيات زي انديه الشمال الافريقي. جميل. نعم. استاذ ابراهيم كيف تنظر لتسجيلات المريخ في الفترة السابقة، وهل يعني كانت مرضية بالنسبة للجهاز الفني، وإلى أي مدى ستساهم هذه التسجيلات في نجاح الفريق في الفترة المقبلة؟
والله شوف، احنا قبل ما نتكلم عن النظرة للتسجيلات، المريخ كان مواجه بعقبات إدارية كبيرة منعته من التعاقدات لفترتين سابقتين، فبالتالي نجحت الإدارة في أنها تتخلص من كل التبعات الموجودة في الفيفا بتاعت الشكاوى بتاعت اللاعبين، اللي هي كانت بتشكل عقبة إنه المريخ يتعاقد مع أي لاعب أجنبي عشان يدعم صفوفه للمجموعات. زي ما أسلفت لك قبل قليل إنه الانتدابات كانت بيد البرازيلي ريكارو، ليه؟ لأنه هو في الفترة الجفية السابقة في الدوري المحلي عرف مشاكل المريخ محتاج لشنو، لأنه هو كمدرب وبناء على نظرة الإدارة دار يتخطى المرحلة بتاعت المجموعات، أو ما دار يكون مشارك يبقى حصالة للمجموعة، لأن هي مجموعة قوية جدا، ترجي والزمالك وشباب والإزداد، فبالتالي هو عرف مكامن الضعف في فريقه وإنه هو محتاج لشنو، فبالتالي وضع الخطة بتاعته مع مجلس الإدارة والتزم بأنه يوفر الـ الاحتياجات من البرازيل تحديدا. تكون دي أول مرة في تاريخ أندية السودانية 4 برازيليين دفعة واحدة يخشوا، ما حصل حتى في الجنسيات الأخرى، كان من نيجيريا كان بيكون في 2 أو 3، لكن 4 برازيليين دفعة واحدة ده بأكد لك أن المريخ فعلا كان محتاج لهذه الخانات، وأنه ريكاردو فعلا قدر أنه من خلال معرفته باللاعب البرازيلي يجي سد النقص. تبقى بعد ده المسألة في أنه كيف اللاعبين دي تحصل التوليفة ما بين الوطنيين والأجانب، ليه؟ لأنه ريكاردو حاليا قد يكون هو ما بدأ المعسكر في القاهرة، لأنه كان دار يكمل انتدابات، لأنه قد تكون في تفاهمات بينه وبين اللاعبين البرازيليين، بعد ده حينتقل من فترة الإعداد البدني، لأن المريخ أصلا ما كان محتاج لبدني، حتى الهلال ما كان محتاج لبدني، لأنه الدوري توقف قبل فترة قليلة وفي لعيبة مشاركين في المنتخب الوطني. فبعد ده تبقى المسألة في قدرة الجهاز الفني في أنه يحدث التوليفة ما بين اللعيبة الوطنيين واللعيبة البرازيليين تحديدا، لأنه هم لعيبة قد يكونوا جاهزين. هل ممكن نقيس أستاذ إبراهيم مؤشر مستوى الفريق ومدى استعداده المرحلة المقبلة انطلاقا من مباراته الأخيرة مع إنبي المصري؟ لا هي شوف، المباراة الإعدادية دي ما أنا شخصيا بالذات لما تكون مع فرق، إذا كان رديف، إذا كانت مع الفريق الأول، حتى لو كانت مع فرق قوية، لو كانت مع صنداونز، الفترة الإعدادية قد تديك مؤشرات. ليه؟ لأنك أنت بتحاول زي ما قلت لك تحدث التوليفة المناسبة بين الوطنيين وبين الأجانب. ما تنسى إنه في لعيبة عاديين من الإصابة، في لعيبة عاديين من المنتخب الوطني برضو، فأنت بتكون محتاج لشغل كبير جدا. الجانب التكتيكي هو مشكلة الكرة السودانية، قد يكون ما عندنا مشكلة في الجانب البدني على الإطلاق، لكن تبقى المشكلة في الجانب الخططي والتكتيكي. قد المدرب بيضع خطة وبيعرف مكامن القوة والضعف في الفريق الآخر، وبيحذر اللاعبين من 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 تكرار الأخطاء، فاللعيبة بتقع في أخطاء كبيرة جدا جدا، فبتتكرر نفسه زي ما قال لك أيمن، نفس التفاصيل ونفس الهزائم ونفس الأخطاء بتحدث بتاع السنوات اللي بتحدث في 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 المقبل الأيام. فبعد بتبقى المسألة في إنك أنت تقدر كمدرب إنك اللعيبة البرازيليين دول إذا كانوا فعلا من خلال ما شاهدناه في التمارين، اللعيبة دول قد يكونوا شبه جاهزين، لأنه في 3 لعيبة كانوا بيلعبوا حتى قبل 3-4 يوم من التعاقد مع المريخ، ودي في حد ذاتها كويسة جدا، لأنه حصلت في المريخ في التسجيلات السابقة برايان كولومبي يحتاج لأكثر من 3-4 شهور عشان يخش التوليد، أوديو موسيس النيجيري ما كان بعيد، الكاميروني كان بعيد. فبالتالي أنت لما تجيب لاعب محترف لازم مباشرة قبل التعاقد معه بيوم أو يوم يكون مشارك في نشاط، حتى أنه مسألته البدنية تكون مكتملة، تبقى الانتقال للمسألة الخططية اللي هي بعد ذلك أنك تقدر تولف بين الوطنيين. فأعتقد أنه البرازيل حيحجزوا مكانهم إذا كانوا جاهزين بدنيا، حيكونوا هم أساسيين في التشكيلة، لأنه بالتأكيد إصرار ريكاردو على التعاقد مع لاعبين 4 من البرازيل ده بأكد أنه هو دار يحدث انقلاب في التشكيلة المعروفة للمريخ، وحتكون مناصفة ما بين بين الأجانب والسودانيين، فدي في حد ذاتها بيتطلب من الجهاز الفني عمل كبير جدا. يعني بالوقوف عند الجهاز الفني، ونحن السؤال ده جنة وقبيل، هل توصل ريكاردو إلى التوليف الخاصة به فيما يلي فريق المريخ وتجهيزه للمشاركة في البطولة الأفريقية؟ والله قد يكون لسه ما وصل من ناحية نظرية، قد يكون ما وصل، لأنه ذاته وصل القاهرة قبل 3 يوم وبعد أنا أقصد انطلاقا من معرفته بالكرة السودانية ووجوده في السودان. بالتأكيد بعد هو عارف إنه والله هو محتاج لمنه في التشكيلة الأساسية. زي ما قلت لك بتبقى بعد ذلك إنك كيف اللعيبة البرازيليين واللعيبة الوطنيين يقدروا ينسجموا عشان يشكلوا بوتقة واحدة، لأنه مثلا الانسيام دي بالمناسبة حاجة مهمة جدا. قد يكون البرازيليين من ناحية مستوى فني
مستوى تكتيكي وفهم للكرة قد يكون هم أعلى مننا، فكيف اللاعب الوطني يصل على الأقل مستوى أقرب للعيبة المحترفين الأجانب حتى أنه يقدر يخلق التوليف ويقدر ينفذ التكتيك المطلوب. المريخ هيلعب أول مباراة خارج الأرض هو مترجي التونسي. حنعود لمباراة المريخ القادمة. أستاذ أيمن، ماذا عن تسجيلات الهلال في الفترة السابقة واستقرار الجهاز الفني؟ شوف، قبل التسجيلات الجهاز الفني في النصف الأول من الموسم استطاع أنه يشارك جميع اللاعبين الموجودين معه. المسألة دي كان عندها سلبيات كثير جدا الناس يتكلموا عنها، لكن الآن لما جاء المدرب وطلع تقرير بتاع إضافات وبتاع بتاع بتاع اللعيبة في الاستغناء، المسألة دي كانت بالنسبة له واضحة إنه اللعيبة اللي ما ممكن يكونوا معي في المرحلة الجاية عارف مستويات اللعيبة بالضبط. يعني حتى ذاته حصر الموضوع في إنه 28 لحد 30 لاعب، يعني المسألة دي بالنسبة له بقت واضحة. الحاجة الإيجابية الثانية إنه الهلال تسجيلاته لأول مرة وتكون في السنوات الأخيرة إنه كل التفاصيل تمت بطلب مباشر من الجهاز الفني، إذا كان إحلال أو إبدال كل اللاعبين اللي حيخشوا الكشف هم بترشيحات مباشرة برضو من الجهاز الفني أو موافقته. عشان كده أنت لما تجي تحاسب والمدرب هو تحاسب بعد ذاك نهاية الموسم في إنه والله اللعيبة جبتهم ديل هم ديل لعيبتك. المدرب في النصف الأول صحيح ما وصل لتشكيل الأساسي، كان بيداير في اللاعبين، ولكنه هو في مخيلته إنه اللعيبة المفروض يكونوا معاه في مشروع المجموعات وهو مشروع على الأقل مؤقت لزمن وعنده مواغيد إنه حددهم، يعني إذا كان لعيبة وطنيين أو لعيبة أجانب. ولكن أنا الرهان الخاص يعني دائما بدافع عنه إنه الرهان هو على اللاعب الأجنبي، طالما أنت بتجيب لاعب أجنبي وبتدفع له دفع مختلف من كل اللاعبين الوطنيين أنت محتاج تجيب لاعب يحدث إضافة، يعني اللاعب ذاته مش يكون ما في فرق بينه وبين اللاعب السوداني. عشان كده الهلال مشروع واضح في إنه والله السيادة تبقى لللاعب الأجنبي ويكون عندهم سطوة داخل التشكيل، لكن السطوة دي ما سطوة إسمية، لازم تكون سطوة عند علاقة بمستواك وبعطائك. أصل الهلال الأجنبي هو الهداف بتاع المنافسة في نصفها الأول، وهو تسجل أهداف حاسمة مثلا في الدور الأول والدور الثاني، وكذلك أفضل اللاعبين الآن هو جاربي مثلا، هو لاعب أجنبي، ده لاعب الآن لو في مشاريع بتاع التسويق في المستقبل هو ممكن يكون حجر الأساس في المسألة دي. طيب نجيب برضو يعني أستاذ أيمن عن تجربة الهلال أمام عزام التنزاني، أعتقد برضو تجربة محتاجة وقفة شوية عشان نعرف من خلاله مستوى الهلال مدى جاهزيته. وشوف المسألة دي ماشي بالتدرج، جيت لعبت في فريق متوسط أو مستوى أقل، هو في المستوى السادس أو في يعني ترتيبه السادس في الدوري في تنزانيا، معناه ده يعني انت جاي من فتره بتاعت اعداد ما غبت زي ما قال ابراهيم ما غبت كثير، يعني انت عادي بعد 4-5 تمارين ممكن تخش في مباريات، بعد ذاك بتقيف الجانب بتاع اللياقه وتقيف الجانب الخططي. الان الهلال التشكيل المفروض يكون موجود او التوليف المفروض موجود في المعسكر كله ما مكتمل. يعني انا الان عندي مشكله الطرف الايمن ما فيها ما حيكون فيها لاعب اجنبي، اللي هم الخيارات الموجوده هي الخيارات القديمه. عندي مشاكل في متوسط الدفاع، الهلال الان المتوسط الدفاع الثلاثه هم سودانيين، اذا كان احمد يحيى وطيب عبد الرازق او ايرينج، فبالتالي انت محتاج للاعب رابع يشكل اضافه عشان يلعبوا اثنين. المساله بتاعت متوسط الميدان بتاعت الهجوم كلها بالنسبه له هي واضحه، يعني حتى لا هي زول متابع في الوسط الرياضه او الوسط الهلال عارف انه والله الهلال في الهجوم في الوسط بقت ما عنده اشكاليات، ولكن كرة عزام هي زي ما بيقولوا دائما يعني عرق الميدان يوفر دماء المعركه، يعني انت الـ 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 الاعداد يديك المؤشر في انك انت الى اي مدى وصلت في جاهزيتك. كرة عزام وبعد كرة سيمبا، يعني زي ما احنا الاعداد بتاعنا للموسم ده بدا بسيمبا وبدا بمباريات على مستوى كانت مؤشرات واضحه في انه الهلال لكن حيمشي بعيد حيمشي يعني بعيد في المنافسه. معي كثير من الـ 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 الرياضيين بيعتقدوا انه المباريات الاعداديه ما بتكون مؤشر جيد لمعرفه مستوى الفريق لخوض المباراه القادمه، باعتبار انه اللاعبين عارفين انه ذاته لا بالعكس دي مباراه اعداديه وبالتالي هو بيكون مجهود. بالعكس الجهاز الفني ده بيشتغل بمهنيه وبحرفيه عاليه جدا. انت التمارين ذاتها هي مؤشر لانه اللاعب اللي بيلعب منه ولا ما بيلعب منه، يعني الجهاز الفني نظرته ما زي نظره الانصار او الاعلاميين او المشجعين، النظره بتاعته في انه في حاجات محدده هو بيقيس بها المستوى بتاع اللاعب وإلى أي مدى إنه يطبق الخطة. يعني في لاعبين بيكونوا هون أساسيين عند المدرب، لكن أحيانا أنت تحس إنه في لاعب بعد ربع ساعة ولا 20 دقيقة اللاعب المدرب سحبه. ليه؟ لأنه معناه هو انحرف من الخطة
المرسومة. لذلك التمرين هو مؤشر، المباراة الإعدادية أيضا بتضيق مؤشر، بعد ذلك المباريات الرسمية طبعا بوضع ثاني. أنت قد تكون عندك مؤشرات محددة وعندك قياس. حتى المسألة تقدمت أنه حتى اللاعب اللي بيلعب كان في التمرين كان في المباراة عنده درجات بتاعت قياس ونقاط بيحسبوها لهم، يعني اللاعب ده جرى كم خطوة، لعب كم باص صحيح، لعب كم باص خطأ، الارتداد بتاعه، السرعات بتاعته، الحاجات دي كلها محسوبة. دي بتجيبها من وين؟ بتجيبها من التمرين وتجيبها من المباراة الإعدادية. فبالتالي أنت لما تجي تضع 11 لاعب في خياراتك أو 18 بتكون دي خلاص دي الزبدة بتاعت لاعبين اللي أنت المفروض تعتمد عليه. جميل. أستاذ إبراهيم برأيك هل مجلس إدارة المريخ الجديد سيكون سبب في استقرار النادي؟ والله طبعا دي مسؤوليته الأساسية. يعني أنت أي مجلس جاء على أنقاض كثير من المشاكل في الفترة السابقة، الجماهير عورت عليه كثير جدا في انه يحدث الاستقرار الاداري اولا، لانه الاستقرار الاداري بينعكس مباشره على الاستقرار الفني وعلى نتائج الفريق. ليه؟ لانه عدم وجود اداره متفاهمه او قادره انها تصرف بأثر تاثير جيد على نتائج الفريق داخليا وخارجيا. فالمسؤوليه الاساسيه لمجلس الاخ ايمن مبارك ابو جبير انه يحدث الاستقرار. قد يكون بدا بمؤشرات تؤدي او تدي تفاصيل او حيثيات انه والله يا اخي المجلس ده ممكن ان يبشر، ودليل على ذلك انه حاليا المريخ دخل معسكر بسرعه، انتداباته كانت هادئه جدا جدا، ما فيها اي ضجه، ما فيها اي تاخير. نفذوا المطلوب من المدرب في 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 الاحلال والابدال. بعدها تبقى المسألة في أنهم كيف يقدروا يسيطروا على التفاصيل الخاصة بفريق كرة القدم في توفير كل المعينات. أيضا يعني أستاذ إبراهيم، مجلس الإدارة وقربه وبعده من الجهاز الفني للفريق وسياسه تجاه الجهاز الفني، يتدخل 200 ما يتدخل، يقول رأيه 200، وانت قبل شوي قلت لي أنه ترك أمر التسجيلات بصورة مباشرة للجهاز الفني عشان تكون المسؤولية معظمة أو كلها على عاتق الجهاز الفني في حال الفشل أو في حال النجاح. يعني دي برضو واحدة من النقاط المهمة جدا المفروض تكلم عنها، سياسة المجلس الإدارة تجاه الجهاز الفني. شوف، المسألة المحاسبة هي لازم تكون موجودة، سواء كانت في أي فترة شهرين ثلاثة شهور أو حتى في نتائج الفريق في أي مباراة. يمكن للإدارة أن تحاسب الفريق على أو تحاسب الجهاز الفني على مستوى الفريق على نتيجته اللي أحرزها حتى لو كان في الدوري المحلي. الجهاز الفني دائما بيكون عرضة للانتقادات من الجماهير، من الإعلام، حيكون قاعد في فوهة بركان أمام الإدارة، بالذات الإدارة الرياضية، لأنه هي المسؤولة أمام مجلس الإدارة في إنها تقدر تعرف الأسباب اللي خلت إنه مستوى الفريق ينزل أو مستوى يهبط أو النتيجة بتكون ما مرضية، لأنه الإدارة قامت بتوفير كل المعينات المهمة لفريق كرة القدم على سنه، من معسكر، من إعداد، من تغذية، من معدات، من أزياء، من كل التفاصيل. تم يعني هسه حاليا نتكلم إذا كان معسكر الفريقين المريخ والهلال موجودين، واحد في تنزانيا واحد في مصر، بالتأكيد الإدارة ما قصرت، فنادق على أعلى مستوى، تغذية على أعلى مستوى، جهاز فني، محللين بتاعين أداء، انتدابات جيدة جدا. فبالتالي بعد المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق الجهاز الفني إنه ينفذ أو على أرض الواقع كل المجهودات دي يكللها بالنجاح. فبالتالي المحاسبة حتكون موجودة، لكن المحاسبة ما تبقى محاسبة على نتائج وقتية ما تأثر فيه في شكل أنت أديت المسؤولية الكاملة للجهاز الفني، فبالتالي أنت تنتظر العمل. إذا من أول مباراة حصل ضرب كبير في مستوى الفريق، ما يقدم المستوى المطلوب رغم كل التجهيزات اللي تمت له، فبالتالي ده بيكون مؤشر سيء جدا ان الجهاز الفني ما شايف شغله او ما ادى المردود المنتظره والجماهير. وفي واحده من مشاكلنا الكبيره جدا انه دائما احنا بنرفع السقف بتاع طموحاتنا بدون ما نعرف احنا واقفين على اي ارضيه. فهمت علي؟ يعني انا بتكلم مثلا مساله الاحلال والابدال مع الاجانب، بقول انه والله رغم انه في اجانب وصلوا للفريقين، لكن ما كان بمستوى المحترفين اللي كانوا في 2007 و2008 و2009 ولحد 2012 2013. كان في فعلا انتدابات احدثت الفارق في الفريقين. اذا كان اتكلم عن المريخ، اذا كانت الفتره بتاعت إداهور وبتاعت إيفوسا وبتاعت أبالو، كان كابتن منتخب توغو على الزهر العراقي والبرازيلي باولينو، بعد ذاك جا ساكواها وجا اديكو غيرهم، كانت فعلا اللعيبه اثروا تاثير مباشر جدا. لكن التاثير ده جاء من وين؟ جاء من جوده اللاعب الوطني.
يعني حتى لما نتكلم عن الهلال لما جاي جودوين وكالاتشي ويوسف محمد لقوا انه في الهلال في عظم بتاع تيم. بعد ذاك لما جاء سادومبا لقى العظم بتاع تيم بقى هداف افريقيا. انت لما العظم بتاع الفريق الوطني يكون قوي صدقني الانسجام او دخول اللاعب الاجنبي بيكون سهل جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات المهمة جدا انك انت محتاج للعيبة يخشوا الفورمة بتاعت الفريق او الفورمة بتاعت اللعب مباشرة دون الحوجة للانسجام اللي الناس بتفتش له في فترات طويلة. جميل. عشان كده المسألة بتاعت المحاسبة قد تكون مهمة جدا للجهاز الفني لانه انت وفرت له كل شيء فبالتالي انا حاسبك على كل شيء. استاذ ايمن هل الهلال مستقر اداريا في ظل وجود الصعوبات العليا؟ شوف كامل الاستقرار يعني احنا حتى في ظل الفترة الزاهية اللي بيتكلم عنها أخونا إبراهيم كانت بتكون في إشكاليات يعني على مستوى المرتبات المحترفين مصرف ومرتباته يعني الحمد لله الحاجة دي لها سنة ولا سنتين في الهلال انتهت تماما في ظل وجود الصوبات والعليقي والطاهر الفاضل التوم وخلافهم يعني في دعم متدفق في تدفقات نقدية موجودة في يعني ما بنسمع سبب المشاكل الموجودة يعني كانت في السابق انه في مشاكل مرتبات حتى الاجانب بيجوا بيسجلوا بيمشوا حتى في لعيبه ما بيعدوا عندنا السنه صحيح دي من السلبيات ولكن يعني حتى المشاكل اللي كانت موجوده برضه في الفيفا انه هي لاعب بيجي يسجل تستغنى عنه يمشي يشتكينا المسائل دي كلها بقت ما في ودي حاجه تصب لصالحه لكن برضه لقدام احنا محتاجين برضه نشتغل الحاجات دي باحترافيه يعني لا ضروره وجود المدير الرياضي وجود الناس المختصين وجود التسويق وجود ذات موارد ثابته يعني هي الموضوع ده برضه رهن لمزاج بتاع صوبات او مزاج العليقي. هل صحيح انه العليقي يتحكم في تسجيلات الهلال والامور الفنيه في ظل الامور الاداريه في ظل غياب رئيس النادي؟ لا هو مشوف هو رئيس النادي دائما زمان بيكون كان رئيس القطاع الرياضي ولكن الان رئيس القطاع الرياضي هو نائب الرئيس نفسه اللي هو العليقي بالتالي اكيد كل الملفات الخاصه بالفريق هي في عهدته وخاصة والموضوع المواضيع يعني عنده علاقة بالتسجيلات لكن الشغل هو مسيطر عليه وين في التسجيلات يعني التسجيلات أنا زي ما قلت لك كلها تمت برؤية الجهاز الفني وتمت بحسب طلب وتقرير الجهاز الفني فبالتالي هو مطلوب منه شنو إنه والله يوفر المكون المالي وده أصعب حاجة في الموضوع كله إنه طالما أنا ملقي زول يعني يدفع الاستقرار يجيب الأموال ودي أصعب حاجة في المسألة فبالتالي هو أراد أن يسيطر فليسيطر ومجلس الإدارة يتعامل بذات الآلية يعني ما شاغل نفسه بالموضوع ده طالما أنه في النهاية بيجيبوا له لعيبة وبيجيبوا له تقرير هو يجيزه يعني ولكن الموضوع بتاع الموارد والأموال دي أصعب حاجة كانت ضارة الكرة السودانية والآن برضه هو الحاصل ده ما معالجة بالمناسبة يا نزار يعني الحاصل ده أيضا برضه ما معالجة لأنك أنت ده تنافس منه ده تنافس الترجي وصن داونز والاهلي والزمالك ده امشي شوف تدفقاتنا الماليه وحجم التسويق بتاعه وحجم استثماراته وحجم اللاعبين هم بيستجلبون يعني لاعب زي اليو ديانك هو بيلعب في محور الارتكاز الاهلي القيمه التسويقيه بتاعته 6 ملايين يورو انت بعدك بتجيب لك برضه مجموعه من اللاعبين ان انت لسه حايم في موضوع 100,000 و200,000 و300,000 فبالتالي انت على الاقل قاعد تبغي على وجودك فقط لكن لو قلت ده التنافس الانديه دي وتتخطاها عشان تشيل بطوله بتبقى انك انت قاعد تحلم بتبقى دي احلام ذاتها ما موضوعيه لكن لو ده احلام موضوعيه ان احنا ذات جماهيريتنا هلال المريخ المليونيه اللي بيتكلم عنها مستثمرينها في شنو؟ نحن عندنا جمهور هو يعني مع انه هو اغلبيه ولكنه هو الثغر الوحيد الموجود الان في المنظومه او على الاقل هم الاغلبيه ولكن حضور ما منه فايده يعني انت لما تيجي تسمع انه مجلس المريخ ايمن بجيبه فاز ب 600 ولا 800 صوت وين الباقي الجمهور بتاع المريخ تيجي مجلس الهلال فاز ب 500 صوت تقصد مشاركه جماهير الانديه انت في شوف ما في الانديه دي كان الاهلي كان الزمالك كان ما عملوا الحاجات دي لا من الحكومه لا بدعم اعضاء لا بدعم اخطاب لا بدعم رؤساء الكلام ده عملوه بعضويتهم الجماهيريه التسويق بقى شنو في الجمهور يعني انت مستني ناس يبنوا لك مثلا نادي اسري بعد ذاك عشان تيجي تدفع، لا في الموضوع عكسي، موضوع لازم انت انا اموالك دي تدفع لي انا استثمرها يعني كان عملت بنك ولا عملت دخلت عملت اي حاجه اجي ابني لك بقى الحاجات دي انت بعد ذاك تستمتع بها، لكن احنا هنا دايرين العكس، دايرين انه والله انه يبنوا لنا ويسووا لنا بعد ذاك احنا نجي نعمل عضويتنا، اس الان بتاريخنا بتكلم معك في دول اللحظه بتكلم معك فيها عضويه نادي الهلال فاتحه اللي هي بقت ب 15000
لما كانت بخمسة جنيهات عضوية الهلال ما بتفوت لها 2000، فبالتالي وين المليونيات وين الجماهير؟ ولا انه احنا نقتنع انه والله يا اخي الجمهور هو جمهور بتاع مشجعين يخشوا الكوره ويشجعوا وفي الوسطه، لكن الجمهور ما قاعد يعمل كده. الجمهور قاعد يجي يتكلم داير لاعب بمليون دولار، وبيجي بيتكلم داير مدرب بثلاثة مليون دولار، وقاعد يتكلم بيعشم وبيحلم. الحلم ده لازم تدفع فاتوره انت عشان يبقى مشروع. استاذ ابراهيم، لماذا المنتخب الوطني في حاله هزائم مستمره وخروج من البطولات؟ والله هذا سؤال كبير جدا يا نزار. المساله منظومه. والمنظومه لما يكون فيها خلل على اعلى درجاتها صدقني المخرجات حتكون سيئه جدا جدا. يعني طول السنوات دي ما قدرنا نصل لنقطه التشخيص والمحل الوجع عشان نقدر نحل المشكله. المنتخب الوطني في حاله هزائم مستمره واستياء مؤخرا من قبل كل المشجعين الرياضيين بعد الثلاثيه اللي انهزم بها المنتخب. شوف، الخلل معروف والنقاط الضعف معروفه والمشكله بين معروفه، لكن مشكلتنا في ذاكرتنا في التعامل مع حيثيات الواقع بتاعنا. المنتخب الغاب 30 سنه عن النهائيات الافريقيه، لما رجع 2008 في امم قانا انا بقول ساعدت الظروف انه المجموعه اللي وقعنا فيها كان فيها موريشيوس وسيشيل وفزنا عليهم ذهابا وايابا، لكن لو كانت ما قعدت معنا منتخبات اخرى ما كنا وصلنا ل 2008، رغم انه كان في مجهود بوزل من الاتحاد في الفتره ديك في انه 2007 و2006 في انه صرفوا على المنتخب على انه يوصل للنهائيات، وحصل برضه في 2012. ليه؟ لانه كان في 2011 في غينيا والجمال كان مجهودات شبه فرديه، عشان كده لما المجهودات وقفت بقى الجاب كبير من 2017 من 2011 لحد الان احنا ما وصلنا لنهايات امم افريقيا. ليه؟ لانه المجهودات دائما بتتم في الاتحاد السوداني لكره القدم، مجهودات فرديه على مستوى الصرف على المنتخب، في مستوى اختيار الاجهزه الفنيه، على مستوى اختيار اللاعبين. فبالتالي منتخبنا بيتعرض لهذه الهزائم بشكل كبير جدا، حاله حال انديتنا. ليه؟ لانه منتخبنا هو منه الفريقين المريخ والهلال. المريخ والهلال لو كله استاذ ابراهيم يتفق معي انه المنتخب وان غاب عن المشاركات على مستوى المشاركات الافريقيه، الا انه انديه السودان ما زالت موجوده. يعني هلال بورت السودان كان مشارك لحد ما خرج من البطوله، لحد مباراته ذهاب والاياب امام بيراميدز المصري لعبها، كانت مشاركه كبيره يعني، وان هزم فيها الهلال ما زال موجود في البطوله الافريقيه المريخ، والتوليفه بتاعت برضو الانديه بتاعت الدرجه الممتازه الموجوده في الولايات، مثلا الانديه الصغيره التركيز برضو ما يكون على الـ على على الانديه ما في حل الفريقين. ما في حل يا نزار، انت مواجه بمواجهه انديه او منتخبات بيلعبوا فيها محترفين على مستوى عالي في اوروبا. فبالتالي انت داير لاعب جاهز، اللاعب الجاهز لا يتوفر الا في الناديين ديل فقط. مره او مرتين ممكن يكون في لاعب خارج المنظومه بتاعت القمه، ممكن يكون في اهل شندي او يكون في الخرطوم الوطني او كده، وحتى بعد شويه اللاعب ذاته هيجي في المنظومه بتاعت القمه لانه حتتعاقد معاه اذا كان من اللاعب المميز. فبالتالي انت يعني موجود في كل العالم. ما المزله؟ ما هي المزله؟ دائما الفريقين الكبار في اي دوله هم المسيطرين على المنتخب. حاليا في مصر الاهلي هو المسيطر الاكبر مع بعض اللعيبه من الزمالك. في اسبانيا 7 لعيبه من برشلونه وثلاثه اربع لعيبه من 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 ريال مدريد. في اي دوله؟ طيب الاشكاليه شو؟ الاشكاليه هي اداريه في المقام الاول. انا بقول لك اداريه لان احنا مشاكلنا الاداريه بتاعت الكره السودانيه هي مشاكل مزمنه منذ زمن طويل جدا جدا. يعني ما بنعطي الخبز لخبازه، وحتى الاداريين الموجودين بيلقوا مساحات كبيره جدا في الاعلام ومن الجماهير ومن المسانده، ما قاعد يهتموا بالمنتخب، اهتموا بالكره السودانيه وتفاصيلها. يعني هسه مثلا نتكلم عن الريكورد بتاع المنتخب، التصنيف بتاع منتخبنا الوطني، مره واحده بس نزل على مستوى المية او تحت المية، لكن ما في اي اتحاد عشان يقدر انه نتكلم كده عن مستوى البنية التحتية في السودان. معقول يا نزار في السودان حاليا في ملعب واحد بس هو ملعب الهلال، وحتى الملعب عليه ملاحظات من الكاف؟ وينو اتحاداتك اللي كانت الادارات بتاعت الاتحاد الموجودة على مر الازمان؟ ما في واحد فيهم فكر ملعب الابيض وين كده؟ خلينا حتى ملعب الابيض قام بمجهودات فردية من والي كردفان السابق احمد هارون. انت كاتحاد سوداني وكادارات متعاقبة، وشوف من سمة ثانية اقول لك الموجودين حاليا موجودين من 2006 و2007 لهم 20 سنه موجودين. معقول ما في واحد فيهم فكر في انه يبني استاد في السودان؟ حتى لو الحكومه ما عندك علاقاتك دوليه، عندك علاقات مع الخليج،
جان أفانتينو لما جاء السودان وشاف استاد الخرطوم قال حرام إنه مستاد زي ده شهد تأسيس الاتحاد الأفريقي سنة 57 يكون بهذا المستوى المزري ويتكفل أسمع أكرر لك تكفل بإعادة صيانة الخرطوم من الألف إلى الياء، لكن كان محتاج لمخاطبات فقط من الاتحاد السوداني بالاحتياجات الفعلية لاستاد الخرطوم سواء كانت إجلاس أو أرضية أو إضاءة. من القدر يخاطب الفيفا عشان يطلع منه 20-25 مليون دولار عشان يصين استاد الخرطوم عشان يبقى استاد صالح للعب. المدينة الرياضية تقف شاهدا على على العبث الإداري الموجود في وزارة الشباب والرياضة في الدولة وعلى مستوى الاتحاد السوداني. استاد المريخ كذلك تعرض للإهمال من قبل مجلس السوداكال. الاتحاد السوداني وينو من هذه الأمور؟ يعني أصل إذا كان الكاف غرر إنه الهلال يلعب بدون جمهور عصرا يتحمل الاتحاد السوداني قبل الهلال. ليه؟ لأنه هو ما تابع. ليه؟ لو كان عن حريص على الأمر ما كان وصلنا مرحلة زي دي. ممكن بعد شوية إحنا نتحدد ملعب في السودان. حتى الهلال ذاته ممكن يتحدد ملعب في السودان، ممكن يلعب في 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 دولة خارجية. الاتحاد السوداني ذاته من العيب الكبير جدا انه نادي تابع له ونادي كبير جدا كالمريخ سنتين ورا بعض يلعب خارج السودان. ليه؟ لانك ايضا لاحظنا برضو التجربة تكررت مع هلال بورت السودان واختياره للعب خارج، يعني مثلا استاد اللبيض. انت تكلمت عن استاد اللبيض، استاد اللبيض محتاج له لتفاصيل صغيرة جدا جدا عشان الكاف يجيزوا لك. انت كاتحاد سوداني طلعت اموال من الاموال الكثيرة اللي بتجيك من الرعاية من الشركات ومن الدخل الممتاز ومن الفيفا، صرفت فيه مليون دولار في استاد اللبيض عشان يبقى استاد يستقبل كل المناسبات الأفريقية سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات. انت استاد اللبيض أنقذك قبل أكثر من 5 مرات كان بيستضيف المنتخب الأول والثاني في اللبيض. فبالتالي انت كاتحاد سوداني أحمد، لأن اتحاد اللبيض ما عنده الإمكانية انه يدفع له مليار جنيه عشان يصل له ارضيه ولا يسلح حمامات ولا يسلح اجلاس. انت كاتحاد سوداني مسؤول، عندك اراضي شاسعه، عندك شركات، عندك حياه كثيره جدا. العالم حاليا ما في زول بيدفع قروش مباشره، انت بتجيب شركه صينيه بتقول لهم والله انا داير لي استاد بالمواصفات الفلانيه. اذا كان الاستاد بكلف 100 مليون دولار انت بتديهم 20 مليون دولار ان ادفانس، والباقي على 25 سنه 30 سنه على حسب في بروتوكولات موقعة مع دول كبيرة جدا في أوروبا وفي الخليج. بس أنت لو مشيت للإماراتيين للسعوديين للقطريين عشان يبنوا لك ملعب أولمبي، هي المزلة دائرة همة، ما دائرة عشان ما نسمع تفكر إن والله إحنا لا ما شاهد ولا أي حاجة، همة منك مخاطبات ممكن هم يبنوا لك استاد في السودان أو على الأقل الاستادات الموجودة يحصل لها الترميم وإعادة تأهيل. ممكن نخجل في السودان إنه حاليا استاداتنا كلها ما عدا استاد الهلال كلها نجيل صناعي في بلد فيها نيلين وفيها زراعة وفيها تفاصيل. يعني استاد اللبيض صناعي، استاد مدني بيقى صناعي، استاد عطبر بيقى صناعي، استاد الخرطوم بيقى دلجة، يعني الكورة ويعرض اللاعبين للإصابات. كل هذه الأشياء يعني زار مسؤولية الاتحاد السوداني. انت الاتحاد السوداني شنو مسؤوليتك؟ ما انك انت والله تبرمج لي منافسة للممتاز، عندك تخطيط انت بعد 3-4 سنين داير شنو، بعد 5 سنين توصل شنو، دار تعمل، عندك منتخباتك السنية، عندك حاجاتك، عندك تفاصيل، عندك منتخبات. الاتحاد حاليا بيصرف له في أموال لو قعد وظفت توظيف صحيح صدقني الواقع حيختلف. أستاذ أيمن ذات السؤال لك فيما يلي تشخيص حالة المنتخب الوطني وهزائم المستمرة سريعا. شوف أنا دائما نتكلم عن الأهداف، إنه أنا والله عندنا أهداف ده نحققها، لكن زي ما قال لك التخطيط غايب، رؤية ذاتها ما موجودة، إمكانيات ذاتها ما معروفة وين. يعني أنا قبل كم يوم كنت في المدينة الرياضية مربي، برضو ده من أفضل الملاعب والاستعدادات التم تجهيزها، لكن برضو تعرض للإهمال لحد الآن، وضعيته ما معروفة إنه مزول منه منه. يعني المحلية شايل الاستاد عشان فيه فندق عشان تستفيد من الريع بتاعه، الاتحاد مسلمينه الملعب بس عشان ينظم فيه مباريات. يعني حتى إنه هم تفكير مشى فيه إنه يشوف مدينة زي كريمة مروي دارين عملوا الملعب نجيل صناعي. قلت يا جماعة حرام عليكم، يعني انتوا النيل هنا جنبكم والترابل ذات اصله من ده هنا، شنو يعني النجيل اللي قاعد نزرعه احنا في السودان يا نزار؟ يا هالنجيل اللي في قطر والنجيل في الدوحه والنجيل في مصر اللي بخليها هناك نجيله وهنا سعده، شنو؟ اكيد الاهمال، يعني ما في متابعه، ما يعني الدوله ذاتها هي صحيح ان مشاكلها والمشاكل ذاتها اكبر، بقت اكبر منا واكبر من المرحله، ولكن المنتخب الوطني مسؤوليه الدوله، المنشآت والملاعب الرياضية هي مسؤولية الدولة. يعني ملعب زي كرفان بنته الدولة، وصحيح عملوا فيه نفير شعبي وهي حي، لكن المطلوبات بتاعت الكاف والاتحاد الدولي زادت، فبالتالي انت واقف في محطتك والعالم كله قاعد يتجاوزك. يعني زول بيمشي تنزانيا
بشوف انه الدول دي فعلا عندها اراده وعندها وعندها عندها ثقافه وعندها دساتير. يعني بلد زي تنزانيا السودان ده شوف بكل العمق بتاعه الافريقي وانه هي دوله عندها رياده في تفاصيل كثير ما عنده دستور داي. عمرنا ما كان عندنا دستور. تمشي تنزانيا دوله محكومه بالدستور في اي حاجه. ان احنا هنا يعني في الخراب ممكن نتفق، لكن في انه عشان نبني بلد وعشان نطور بلد هنا المساله دي بالنسبه لنا صعبه جدا، والمساله دي ذاتها ما بتتم بالشغل التام ياسي. يعني للهلال للمريخ للمنتخب ما يعني مهما عملنا بالوضع الموجود الان ما حنحقق نتائج جديده. اسي الهلال مجلس الهلال الغايم الان ممكن نزل ونقول له يا اخي الاضاءه دي تبرع بها الشيخ تركي اللي هو من سنتين سفير وزير سعودي برع بيها وصلت السودان ولها سنتين. ليه الاضاءه دي لحد الان قاعده في المخازن؟ بتلقى الجدليه غايمه في انه والله التور الموجود ده بيشيل الاضاءه ولا ما بيشيلها، مع انه ذول ما عنده علاقه بكره القدم. لو جه ماشي بقول لك الاضاءه الابراج الموجوده دي ما بتشيل الاضاءه الجديده. وشايف انت من استاد الهلال بيشوف الابراج بتاع استاد المريخ، لو ما عملت ابراج مماثله ليها او الموجوده في المدينه الرياضيه ما بتشيل لك. لا فضوا في الجدلية دي، وحتى الآن الوضع غايب. يعني إحنا لما نقبل شهرين نجي نقول والله الهلال والمريخ لو بيلعبوا في استاد الهلال بيلعبوا عصر. أسي الناس لما نجينا الخبر ده اليوم كأنه كان مفاجأة، يعني ما مفاجأة الموضوع ده. لكن إحنا في بلد العيد بيجينا مفاجأة، المولد مفاجأة، أي شيء في البلد دي المطر راضي ينزل مفاجأة. وأسي اليوم الناس بيقولوا أسي في إرصاد وفي شنو، بقول لك في برد، الزول بيطلع من البيت بفنيلة والليل يتفاجأ في إنه الموضوع بيقى فيه برد. يا وانا احنا حياتنا ماشيه كده ونحن ناس مستسهلين اي حاجه، يعني ربنا يدينا العافيه. انا شاكر لك جدا الصحفي الرياضي ايمن كبوش، شكرا جزيلا، كنت ضيف عزيز علينا في ظلال الاصيل. كتر خيرك. الله يكرمك. الله يكرمك استاذ ابراهيم عبد الرحيم، شكرا جزيلا، نورتنا في ظلال الاصيل في قناه نزار. والله يا اخي انا استمتعت جدا بالحوار واتمنى انه يعني تتواصل الحوارات، لانه فعلا محتاجين الناس تطلع الجوال كثير من المغص الكثير في كل الاحوال، يعني في كل الاوضاع السياسيه والاقتصاديه والرياضيه. لكن ما دام هو تخصصنا احنا نتكلم في الرياضه فالكلام كثير ومحتاجين كثير، لان والله احنا بنشوفه برا بوجعنا صراحه. يعني في اقل الدول زي ما قال لك ايمن، وكانت بالنسبه للسودان ولا اي شيء، ففعلا بيصيبك بالاحباط والحسره انه ان احنا ما قادرين نعمل حاجه. شكرا لك وشكرا لكل التيم العامل، وإن شاء الله نلتقي في لحظات أخرى إن شاء الله. دي كانت مساحتنا الأولى في ظلال الأصيل مع ضيفي الكريمين، الصحفي الرياضي أيمن كبوش والصحفي الرياضي أستاذ إبراهيم عبد الرحيم، وحديث عن الكرة السودانية وأنديتي القمة الهلال والمريخ، حديث أكثر عن صخور الجديان المنتخب الوطني والمشاكل والمعالجات التي يمكن أن تقدم لهذا النادي الكبير أو لهذا المنتخب الكبير.